السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة هناخد الأعداد المركبة، هتاخد فيها جزئية العدد التخيلي ت. يعني يا باشمهندسين، الدرس ده أنا هقسمه على حصتين، دي واحدة منهم. هي إيه الأعداد المركبة وعملوها ليه؟ عملوها علشان يجاوبولي على السؤالين دول. كنا بنيجي في الإعدادي ونلاقي سينقس 2 بتساوي سالب 1، كنا بنقول مفيش رقم مربعه يا أستاذ يديني سالب 1، أو بمعنى أصح لو جيت أشيل أس 2 مفيش جذر يا أستاذ للرقم سالب. وبرضو هنا نفس السؤال، مفيش جذور لأرقام بالسالب. فاضطرهم إن هما يوسعوا الأعداد، فعملوا مجموعة الأعداد المركبة. إيه مجموعة الأعداد المركبة ديت؟ رمزه للعدد التخيلي بت. هو إيه العدد التخيلي؟ قالوا إن العدد التخيلي تعريفه هو عدد مربعه يساوي سالب 1. قالوا ساعة ما تلاقي سالب 1 وقف معاك معادلة في الحل، وقف معاك جذر ما انتش عارف تحسبه، شيل السالب ده وحط ت أس 2. يعني في مسألتنا دي هنعمل ايه؟ هنقوم مبدلين يا أستاذ السالب 1 بت أس 2. هنجيب الجذر، لما بجيب الجذر بحط موجب أو سالب، خلي بالك، يبقى الناتج موجب أو سالب ت. طيب مثال كمان، لو معايا سين أس 2 بتساوي سالب 3، هتصرف فيها ازاي دي؟ ده انت قلت ان هو سالب 1 اللي جاب سالب 3 في الموضوع، مفيش اي مشاكل. هي سالب 3 عبارة عن ايه؟ مش عبارة عن سالب 1 في 3؟ تمام؟ يبقى سين أس 2 بتساوي 3 ت أس 2. شلنا السالب 1 وحطينا ت أس 2، هات الجذر، يبقى الناتج يا أستاذ موجب أو سالب جذر 3، ودي بقت ت. ده حطينا لها الجذر، ودي لما حطينا الجذر اتشال بأس 2 بقى موجب أو سالب جذر 3 ت. ولو كان طلب مجموعة الحل كنا هنكتبها له جذر 3 ت وسالب جذر 3 ت. وهنا نفس الكلام، كانت هتكون ت وسالب ت. طيب في الجذور يا أستاذ بنتصرف إزاي؟ هنا يا أستاذ جذر جواه سالب، يبقى ده ليس عددا حقيقيا. طب هتصرف إزاي؟ بدل السالب 1 وحط قيمته. طب قيمة السالب 1 بتاء أس 2، يبقى جذر تاء أس 2 في جذر تاء أس 2. دي طلعت بتاء ودي طلعت بتاء، يبقى الناتج تاء أس 2 اللي هو بسالب 1. هنا الناس عندها اعتراض، قالوا لا يا أستاذ احنا ما كناش هنحلها كده، وبعدين بغض النظر عن الخطوة اللي كانت في دماغنا برضو انت حليت هنا غلط، في حاجتين هنا مش مظبوطين. لا انا بقول ان حل مظبوط. طب تعالى نشوف انت ايه اللي موقف دماغك بيخليك تقول ان الحل مش مظبوط. انت بقى قلت جذر سالب 1 في جذر سالب 1، كان نفسك تقوم ضارب سالب 1 في سالب 1 بتساوي يا استاذ جذر الواحد اللي هو 1، وده حل غلط. ليه حل غلط؟ اولا احنا كنا بنضرب الجذر في الجذر ده في الأعداد الحقيقية، كنت بضرب الجذر في الجذر في الأعداد الحقيقية، ده ليس عددا حقيقيا. ليه؟ علشان جوه سالب. وده ليس عددا حقيقيا. ليه؟ علشان جوه سالب. ملحوظة، الجذر الزوجي هو اللي بشتغل معاه الأعداد التخيلية، يعني زي الجذر التربيعي التكعيبي. لأ، تخيلي لو كان جواه سالب عادي، يبقى علشان كده الحل ده ما ينفعش.
طب المسألة التانية يا أستاذ، الخطوة التالية، الحل التاني اللي هو جذر تأس 2 في جذر تأس 2 بتساوي المفروض جذر تأس 4 اللي هي هتطلع بتأس 2. أما الجذر ده راح، إداني هنا سالب 1، صح؟ حلك ده صح؟ أما واحد تاني قال لا لا لا، أنا ما كنتش هعملها كده. أنا كنت هاجي أقول له تأس 4 دي بواحد، يبقى الناتج 1، ده غلط. قال لا. يبقى أنا عشان أحسب لقيت جوه الجذر سالب، هبدل السالب وأحط قيمته، أهو بدلت السالب وحطيت قيمته، وأقوم مطلع الناتج. نشوف شوية أمثلة. اختصر لأبسط صورة، عايز نختصر الحاجات دي كلها. عادي يا أستاذ، أمور عادية. جوه الجذر سالب مش هحسبه إلا لما أشيل السالب، يبقى ده معناه جذر 2 تاء تربيع، ودوت جذر 2. جذر 2 تاء تربيع دي معناها جذر 2 تاء في جذر 2، تطلع بتساوي جذر 2 في جذر 2 بجذر 4، وجذر ال 4 2 تاء. يبقى النتيجة دي طلعت ب2 تاء. طب هنا ده دي معناها يا أستاذ س تربيع بتساوي 9 في سالب 1، يبقى س تربيع بتساوي 9 تأس 2. ليه؟ علشان السالب 1 بتأس 2. هنشيل أس 2 ونجيب الجذر للطرفين، يبقى موجب أو سالب 3 تاء. يبقى س طلعت بموجب أو سالب 3 تاء. طب السؤال الثاني، جذر سالب 5، يبقى ده جذر 5 تاء. ليه؟ ما هو جذر 5 تاء أس 2، تاء أس 2 تطلع من تحت الجذر التاء، في جذر 3 على جذر ال 15، ال 15 تعتبر 15 في سالب 1، والسالب 1 بتاء أس 2، أس 2 اتشال من جوه الجذر، بقى النتيجة جذر 15 تاء. هنضرب جذر 5 بجذر 3 بجذر 15 تاء على جذر 15 تاء، يطلع الإجابة فيها الواحد. جذر سالب 2 ده دي معناها جذر 2 تاء. ليه؟ عشان 2 في سالب 1، والسالب 1 تاء أس 2 تطلع من جوه الجذر التربيعي بتاع، وهنا جذر 3 تاء على جذر 6، يبقى جذر 6 تاء في تاء بتاء تربيع على جذر 6، جذر 6 راحت، اتبقى يا أستاذ سالب 1. خلي بالك من العدد التخيلي، العدد التخيلي لا يمكن تمثيله على خط الأعداد. العدد التخيلي لا ينتمي للأعداد الحقيقية، يبقى العدد التخيلي ما أقدرش أمثله على خط الأعداد، ولا كمان يا أستاذ بينتمي للأعداد الحقيقية، بس هو بيحقق كل قوانين الأسس. بيحقق كل القوانين بتاع القوة اللي هي اسمها الأسس. من معلومة يا شباب ت أس 2 بتساوي سالب 1، قدر يعمل حاجات كتيرة جدا. يقول لي هو ت بكام؟ ت أس 1 بكام؟ ت أس 2 بكام؟ طب ت أس 3؟
طب تقص 4، طب تقص 5، طب تقص 6، طب تقص 7، طب تقص 8، وهكذا. الحاجات دي بكام؟ قلت له مش فاهم. قال لي لا، انا فاهمك بالتفصيل وبعد كده انت تقدر تشتغل بالقاعده اللي هنقول عليها. تقص 1 اللي هي ت، تقص 2 بالقاعده دي بسالب 1. طب تقص 3، ده تقص 3 معناها تقص 2 في تقص 1، والتقص 2 دي بسالب 1، يبقى الناتج سالب ت. طب تقص 4، تقص 4 عبارة عن تقص 2 في تقص 2 بتساوي سالب 1 في سالب 1 بموجب 1. تقص 5، ده دي عبارة عن تقص 4 في ت، واحنا مطلعين تقص 4 بكام؟ بواحد في ت بت. طب تقص 6، تقص 6 عبارة عن تقص 4 في تقص 2، يبقى الناتج 1 في سالب 1 طلع سالب 1. تقص 7، ده دي تقص 4 في تقص 3، تقص 4 طلعناها بواحد في تقص 3 طلعناها بسالب ت، يبقى الناتج كله سالب ت. تقص 8، ده دي تقص 4 في تقص 4، يبقى الناتج تقص 4 بواحد في واحد طلعت بواحد. الملحوظة اللي لاحظته يا أستاذ إن مهما يكون الأس إن شاء الله يكون مليار، الناتج بينحصر ما بين ت وسالب واحد وسالب ت وموجب واحد. لاحظ هنا هتلاقيهم يقرروا. يبقى مهما يجي لك مسألة عدد تخيلي، أو بمعنى أدق مهما يجي لك ت لها أس، مهما يكون أسها نتيجها هيكون لا إما بت، لا إما بسالب واحد، لا إما بسالب ت، لا إما بموجب واحد. ديت نواتج ت بعد التصفية مهما يكون الأس بتاعته. من القواعد اللي فاتت يا أستاذ نقدر نقول إن ت أس 2 بسالب 1، وت أس 3 بسالب ت، وت أس 4 بواحد. دول يا شباب يعتبروا القوانين بتاعتك. دول ضع في أبسط صورة ت أس 5، ت أس 11، ت أس 15، ت أس 4 نون، ت أس 4 نون زائد 1. لو العدد بتاع الأس، لو الأس اللي قدامك عدى الأربعة، اقسمه على الأربعة واكتب الأس الباقي. مش فاهم؟ يعني أقرب قيمة لجدول الأربعة من الخمسة هي 4 في 1 بـ4، يبقى اتبقى ت أس 1. مش فاهم؟ شيل من الأس 4 ومضاعفاتها. ت أس 11، هو يا أستاذ 11 على الأربعة دي فيها الاتنين بس باقي 3، يبقى الناتج ت أس 3. بتشوف اللي اتبقى كام من قسمة الأربعة هو ده اللي بتكتبه في الأس، يبقى الناتج هنا يا أستاذ هيكون سالب ت. مش فاهم تاني. ت أس 15، هقوم واخد ال 15 قاسمها على الأربعة، طلعت يا أستاذ فيها 3 بس باقي 3. ليه؟ لأن ال 3 في 4 ب 12، دي أقرب قيمة لجدول الأربعة من ال 15. ماشي، 12 فاضل كام على 15؟ 3، يبقى الباقي هو ال 3. يبقى هنا ت أس 3 دي بسالب ت يا أستاذ. هنشوف برضو أمثلة كتير. ت أس 4 نون بكام؟
هو 4 نون يعني 4 ممكن النون تكون بواحد اتنين، هي جدول الأربعة يعني هتطلع بواحد، مش فاهم. ممكن نقول إن دي ت أس 4 بكل أس نون. ت أس 4 بكام؟ بواحد. واحد أس أي حاجة هو الواحد، يبقى الناتج واحد. يبقى لما يكون عندك ت أس 4 نون دي بواحد على طول. طب ده هنتصرف فيها ازاي؟ دي معناها ايه؟ هو عامل ايه في الاسس؟ جمعهم انت بدين مع الاسس في حاله الضرب، يبقى دي كانت ت اس 4 نون في ت اس 1. ت اس 4 نون بواحد يا استاذ، في ت اس 1 بت، يبقى النتيجه كلها ت. ضع في أبسط صورة ت أس 16، ت أس 23، ت أس 37، 1 على ت أس 5، ت أس سالب 11، ت أس 4 نون زائد 23. سهلة يا أستاذ. بمسك الأس أقسمه على 4، 16 على 4 فيها يا أستاذ 4، يبقى ده ت أس 4 ده بتساوي 1. ت أس 4 ده بتساوي 1، تمام، لأنها قبلت القسمة بدون باقي. طب هنا 23 على 4، 23 على 4 بتساوي 5 والباقي 3. ليه؟ ال 4 في 5 ب 20. كويس، 20 وانت معاك 23 يبقى لسه 3، يبقى النتيجة هنا ت أس 3، وت أس 3 بكام؟ بسالب ت. ت أس 37، 37 على 4 فيها 9 والباقي 1، يبقى بتساوي يا أستاذ ت أس 1. 1 على ت أس 5، هنا حل هيختلف شوية، عايزك كده تطلع مرن. الواحد ده مش اللي هو ت أس 4، أيوة، أو ت أس 8، أو ت أس 12، أو ت أس 16، أي قيمة يكون أسها يقبل القسمة على 4، يبقى أنا هقول له دي ت أس 8 على ت أس 5. ليه ما خدناش ت أس 4؟ لأن هيبقى برضه تحت ت. خلاص، يبقى الناتج ت أس 3 اللي هي بسالب ت. ت أس سالب 11، ت أس سالب 11 ده دي معناها 1 على ت أس 11، الأس السالب كنا بنقلب. طب ما الواحد ده ت أس 12 على ت أس 11، في حالة القسمة بطرح الأسس، يبقى اتبقى ت أس 1. طب ت أس 4 نون زائد 23، ده دي معناها ت أس 4 نون في ت أس 23. ت أس 4 نون دايما بواحد، وت أس 23 كنا لسه جايبينها من شوية، ده بسالب ت. ليه؟ لأن بقى ت أس 3 اللي هي بسالب ت، يبقى النتيجة كلها طلعت بتساوي سالب ت. أتمنى إن نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.